عودة لمتابعة صباح لبنان. صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا بهاللحظات. نهار موفق، نهار حلو، نهار بتمنى لكم اياه تكونوا عم تقربوا اكثر لحلم جديد عم تحلموه، وما تخافوا تحلموا لانه يلي احلامه ما بتخوف يعني هو ما عم يحلم بطريقه كافيه. فيضل ايمانكم بحالكم قوي وتابعوا نهاركم بشو ما كنتوا عم تعملوا بطريقه موفقه يا رب. على كل حال صباح لبنان بيتابع مع موضوعات متنوعه. مؤخرا كان يوم المراه العالمي اللي تم اقراره سنه 75 ب 8 اذار من كل سنه، وبفترتها كانت السنه الدوليه للمراه، وما زالت المراه عم تطالب بحقوقها، ما زالت المراه عم تطالب بوجودها بمجتمعنا. لنسلط الضوء اكثر على هالموضوع من خلال هالفقره ضيوف مميزين، نطرح معهم موضوع ايضا كان لنا تغطيه فيه مع مجلس المراه العربيه. رح نحكي اكثر عن اهداف واهميه هالمجلس وعن نشاطاته ضمن الفقره التاليه. نظم مجلس المرأة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية مهرجان المرأة العربية، وهو الأول من نوعه بلبنان تحت عنوان مهرجان المرأة العربية لمناسبة يوم المرأة العالمي، بتعاون مع مجلس البلدي بمنطقة الحزمية يوم السبت ب7 أدار الفائت بالقصر البلدي بالحزمية، حيث أزيح الستار عن لوحة للأسطورة صباح تكريما لذكراها بمرافقة مختارات من أغانيها قدمتها أوركسترا قوى الأمن الداخلي الموسيقية. الضيوف بالستوديو بسرني رحب فيكم مؤسسة ورئيسة مجلس المرأة العربية السيدة لينا الدغلاوي مكرزل. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. كمان بدي صبح بالخير بمديرة العلاقات العامة بمجلس المرأة العربية السيدة نائلة حمزة السبع. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك كمان بصباح لبنان. حضرتكم معي اليوم لحتى نحكي أكثر عن مجلس المرأة العربية بداية كتعريف لحتى أكثر وأكثر نغوص بتفاصيل هالمجلس، وأيضا نحكي عن الحفل يلي أقيم والمهرجان بذكرى يوم المرأة العالمي. رح أبدأ بداية مع حضرتك ست نائلة، إذا بدي أبدأ بتعريف عن الجمعية، لأن حضرتك بالكلمة يلي ألقيتيها بالمهرجان كان لك تعريف عن مجلس المرأة العربية. صحيح، بس ياريت بتمنى تتفضل الرئيسة هي تعرف وأنا بكفي، لأنه بالنهاية هي اللي أسستها. صحيح، رح أحكي هيك بس إذا فيك تعطينا نبذة صغيرة وإرجع أنتقل مع السيدة مكرزل لحتى هيك نغوص بتفاصيل التأسيس والموضوعات. هيك إذا فينا نلخص، كيف منلخص هالمجلس؟ مجلس المرأة اللي هو تحت غطاء المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية يلي هي بدأت بتموز 2013، بلشنا النشاطات طبعا برئاسة ست لينا شوي شوي، يعني ما كنا مكثفين النشاطات. نعم. لحديت 2014 من نوفمبر 30 الشهر عملنا أول تكريم بدبي، وكان آخر وتاني إيفنت اللي عملناه هلا بالحزمي. صحيح، يلي رح نغوص بتفاصيله. انا بتمنى مدام لينا هي تشرح لك. مدام لينا. لا لانه هي اللي اسست. انا اكيد انا بدي احكي عن ظروف حبيت شاركها بالموضوع. أكيد. لانه كثير بهمني الموضوع وهي تبلش بالموضوع، انا بكفي لك الاهداف والرساله. مدام دغلاوي مكرزل، اول شيء اهلا وسهلا فيك من جديد. شكرا. بدي احكي شوي عن ظروف التاسيس، يعني قد اليوم دور المراه عربيا ولبنانيا ما زال مهمش، وشو كان الحافز الاساسي لاطلاق مجلس المراه العربيه؟ نحن كنا عم نشتغل من وقت ما بلشت المنظمه العربيه للمسؤوليه الاجتماعيه، كان عندنا قسم خاص بالمراه، كنا من سنه 2010 عم نشتغل على هالموضوع. اجتمعنا في يوم الايام مجلس الامناء للمنظمه، وانا كان عندي فكره اعطي عنوان للقسم اللي عم نشتغل فيه. نعم. وتم الاتفاق انه اعطي عنوان مجلس المرأة العربية. هون نحن ما انفصلنا عن المنظمة، بس صار عندنا نشاطات مع عنوان خاص فينا. بلشنا العمل بالضبط بحط المبادئ والاسس 2013 بتموز. حطينا الاهداف، حطينا الرؤية والرسالة للمجلس. انطلقنا بالعمل فعليا بنوفمبر
30 نوفمبر 2014 كان عندنا احتفال بدبي اللي هو كان تكريم لسيدات عاملين انجازات بالمجتمع تبعولهم بمناطقهم ببلادهم. بعد هيدا الايفنت فتنا بسنه 2015 حطينا خطه عمل شو عندنا للسنوات القادمه لا نشتغل على موضوع المرأة بالمسؤولية الاجتماعية. صحيح. تذكروا برسالة مجلس المرأة العربية وهو تمكين المرأة العربية وتحفيزها لحتى تكون عضو مشارك ومنتج بمجالات المسؤولية الاجتماعية الاقتصادية التنموية وإلى آخره، مع مخطط لحتى يتطور بكافة القطاعات وتفعيل دورها. هون إذا بدي أحكي مدام سبع شوي عن هالتفعيل، كيف عم بيتم التخطيط له، كيف عم بيتم التعاون، لأنه كمان كان في حضور عربي بالمهرجان يلي شهدناه نهار السبت. أداء التعاون العربي اليوم مهم بهالإطار، وخاصة أنه دور المرأة العربية كمان مازال هيك بعده محدود نوعا ما. أداء مهم هالتواصل مع البلدان العربية، كثير مهم أنه التعاون مع المرأة العربية، والحمد لله لقينا أقبال كتير حلو من جميع السيدات اللي عاملين إنجازات مهمة بمجالات عديدة، إن كانت اقتصادية ولا قضائية. يعني عنا سيدات ولا صحيح، يعني كان في مشاركة، يعني كان الحمد لله كتير. نحنا كنا محظوظين إنه هالستات قدروا يجوا، تعرف لأنه يعني الوضع البلد شوي طبعا. ما كتير في يعني الغربية بدول عربية ما بيتردد، ايه في تردد كتير. صحيح، ولكن كان في حضور. احنا حبينا نعمل المهرجان لحتى نعطي هالبوش للبلد كمان، يعني كتير مهمة انه نحن نعطي بوش، والمرأة بنعتبرها انه لها دور كبير يعني بالمجتمع طبعا، ان كان ببيتها الام والاخت والزوجة والصديقة، يعني كتير لها دورة مهم، اللي هي فعلا عملت انجازات مهمه مع انه بعد في كثير مشوار طويل يعني. والسيدات اللي اجوا فعلا كثير مراكز مهمه. كان عندنا اول قاضي بعمان، صحيح، القاضي الدوليه السناتور تغريد حكمت من مجلس امناء المملكه الاردنيه الهاشميه. صحيح. كمان كان في حضور يعني من رئيسة مجلس نادي الإمارات لسيدات الأعمال. مجلس الأمناء بيتألف من سيدة متميزة، شخصية واحدة من كل دولة عربية. نعم. يعني عندنا دولة الإمارات ممثلة بالشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي. نعم. هي رئيسة نادي سيدات أعمال الإمارات والمهن الحرة، وعندها خبرات طويلة وناشطة وفاعلة. كان معنا كمان من الأردن عضو مجلس أمناء السيناتور القاضي تغريد حكمت، هي أول امرأة قاضي بالأردن وأول امرأة قاضي بمحكمة الجنايات بالأمم المتحدة. كمان كان معنا الدكتورة هالة جمال، هي عضو مجلس أمناء من مملكة البحرين، هي رئيسة جمعية الرفاع بالبحرين وكمان عضو مجلس سيدات أعمال بالبحرين. يعني أداها التفاعل العربي مهم. من الكويت بعد إذنك، عم كفي، كنت بالكويت. عندنا من دولة الكويت الدكتورة منى الغيث. نعم. الدكتورة منى الغيث كانت تشغل منصب ملحد ثقافي من دولة الكويت بلبنان، هلا هي دكتورة بجامعة الكويت بتعلم. كمان في عندنا من الجمهورية اللبنانية السيدة لور سليمان صعب، مديرة وكالة الأنباء الوطنية. صحيح. هلا عم نشتغل بإذن الله لنضم لمجلس أمناء سيدة من كل دولة عربية، اللي بتضم الشرق الأوسط أكيد، دول الخليج ودول شمال أفريقيا. على أي أساس عم يتم التحضير لهالخطوة وكيف عم تتبلور على الأرض؟ يعني كيف رح تم اختيار الأسماء؟ يس، في ترشيحات، في شخصيات بتقدم سيرة ذاتية تبعيتها، بتندرس من قبل مجلس أمناء المجلس. نعم. ومجلس حكماء المنظمة العربية. كمان وبيتم الاختيار على الشخصية المناسبة، وبيبعث لك كتاب إنه حضرتك تم الاختيار بناء على معطيات ومعايير معينة، بتنضم للمجلس. والمجلس الحمد لله إنه الشخصيات اللي فيه فاعلة وناشطة بالمجتمع المدني وبخصوص شؤون المرأة.
رح نحكي عن هالمزيج أكثر، ولكن بالبداية خلونا نتشارك مع المشاهدين بمقتطفات من مهرجان المرأة العربية يلي أقيم نهار السبت بتعاون مع مجلس بلدية الحازمية، وتم خلاله تكريم أيضا بغيابة للسيدة صباح الأسطورة الشحرورة، وهيك نشوف أجواء الحفل نتشاركها مع المشاهدين. هي حقيقة تحية شكر لرئيس مجلس البلدي بالحازمية أنه قدم المسرح أكيد. البلدي واستضاف المهرجان. أكيد سيد جون الأسمر تحية كبيرة. Exactly. وأنا كتير حبيت يكون في ذكرى لصباح، لأنه صباح عايشت وماتت بالحازمية، حبيت أنه ينعمل لها ذكرى هيك لمسة صغيرة تنقول الله يرحمها هالفنانة، واللي قدم اللوحة مشكور كمان انه قدمها ورسمها بفترة كتير قصيرة الفنان بيير بوغاريوس. أكيد. ولوحة انا لقيتها كتير حلوة. أكثر رح نتشاركها مع المشاهدين لحتى يعرفوا أكثر عن شو عم نحكي ونرجع نتابع حوارنا. ما أكرم المرأة إلا كل كريم، وما أهانها إلا كل لئيم. وبمناسبة عيد المرأة العالمي، أقامت المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وجناحها النسوي الممثل بمجلس المرأة العربية حفل تكريم لسيدات عربيات رائدات في مجال العمل الاجتماعي والإنساني بالتعاون مع بلدية الحازمية. من هي المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية؟ من هو مجلس المرأة العربية؟ وليش هيدا التكريم؟ أول شيء المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية هي شغلتها الهدف تبعها أنه تطلع العالم على شيء اسمه معايير المسؤولية الاجتماعية وشو المفاهيم تبعها، لأنه اليوم إحنا عم نشوف على مستوى العالم العربي موجود كل الديبارتمنت المسؤولية الاجتماعية، بس للأسف ما حدا عم يعرف شو المفاهيم تبعها. المجلس المرأة العربية هو منبثق عن المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية هي أسست في بيروت ست الدنيا من حوالي 3 سنوات، واللي هي تعنى بكل مسائل ومفاهيم ومعايير المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي. واليوم يعني مجلس المرأة العربية في يوم المرأة العالمي هو لتكريم إنجازات المرأة اللبنانية أولا والمرأة العربية ثانيا، وللتضوي على الأنشطة اللي عم تعملها في خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. يأتي هذا الاحتفال في سياق تكريم المرأة العربية لتقدير لإنجازاتها الوطنية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وذلك تقديرا من الجهات التي تهتم بالمرأة وترعى مصالحها، وذلك إذا أكرمنا المرأة أكرمنا المجتمع. ما هو واقع المرأة اليوم على المستوى الاجتماعي والسياسي؟ المرأة العربية باختصار وبشكل مباشر قطعت شوط كبير جدا، ليس كما تصوره كثير من وسائل الإعلام العربية أو حتى بعض البحوث والدراسات الأجنبية. في كل دولة لها وضعها، لها خصوصيتها، وبالتالي يحكم على مكانة المرأة هو مدى موقف الدولة من الاهتمام بالحقوق الأساسية للإنسان. لسوء الحظ أنه نحن المرأة عنا عم ناخدها شيء تاني، وهي نصف المجتمع، وهي الفاعلة في الأعمال الإنسانية بشكل بدون خلفيات وبدون قصد إلا للخير العام، ولذلك نحن مقصرين تجاه المرأة أن نساويها وأن نكون مؤمنين أن هي نصف المجتمع وهي الفاعلة، وواجب أن تكون مشتركة في جميع ما يتعلق لمصلحة مجتمعنا ووطننا. وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، ثم تم توزيع الدروع والهدايا التذكارية على المكرمات. رسالة أخيرة للمرأة بعيدة، بدنا نبارك لها وطلب علينا. يعني أهم شيء الأمرأة تكون راضية علينا والعالم
بألف خير مثل ما بيقولوا. مدام لينا بدي شوف كيف تم هيك مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء يعني هالحضور العربي بظل الأوضاع عربيا، كيف أقنعتون؟ كيف يعني كان في هالقد يعني المجلس عمره فتى ولكن إنجازاته أهم بكتير من العمر القليل يلي هو تم تأسيسه فيه. قديش هالمصداقية السريعة بالمجلس تم استقطابه من خلال خاصة هالحضور العربي المهم؟ الحمد لله انه نحن عم نشتغل فريق وعم نشتغل بشفافيه وصدق. يعني المجلس الامناء الجايين من الدول العربيه حسوا وامنوا قد ايه عم نشتغل بصدق وشفافيه، وعندنا هدف تارجت موحد لكل المنطقه العربيه، كل الدول العربيه تبحث عن تمكين المراه بالمسؤوليه الاجتماعيه، امنوا باللي عم نعمله مشان هيك شرفونا واجوا. وحقيقه انا كثير مقدره لهم اياها عن جد، لانه الوضع بلبنان غير مستقر مثل ما كنا بنعرف للاسف، وكمان دخلوا واجوا وشاركونا بالمهرجان. صحيح. مدام سبع، اذا بدي احكي شوي اكثر عن الاهتمام بتاهيل النساء لذويات الاحتياجات الخاصه وتنميه روح العمل، هل من خطوات عم بيتم العمل عليها او شو المشاريع يلي هيك هلا بلشتوا يعني تحضروا لها؟ صراحه في كذا مشروع، وهلا بصدد نعمل مشروع اسمه جديد بدنا ننطلقه، بس بفضل ننطر شوي لانه نعمل مؤتمر صحفي له. نعم. بحب نقول اسمه يعني بتخصونا بالعنوان ابدع ابدع يلي نحن بنهتم في اهتمام حيكون خاص بكل الشباب يلي عندهم افكار جديده او عندهم they are creative يعني عندهم انجازات مميزه. نعم. نحن حنوقف حدهم ونساعدهم نعملهم ورشات عمل، حيجي دكاتره ومختصين من كذا دوله حتى من دول اجنبيه مش بس العربيه، لنقوي لهم هالتميز اللي عندهم ونعطيهم بوش لحتى يبلشوا بشيء، يعني نحن ناويين نساعدهم. نعم. وفي كلمه بحب اقولها كثير مهمه، انه نحن كمجلس المراه العربيه كثير بهمنا نكون متعاونين نحن والرجل، يعني نحن اليوم نمشي سوا مع الرجل، ما بنحب نكون لوحدنا. يعني وصلتيني للسؤال انه وين دور الرجل؟ لا ما انا كنت فاتتها حقيقه. نحن قولوا تفضلي نعمل. انا بقول لهم هدف المجلس مش انه يسال عن الرجل او انه تو اوفر جامب او انه يطغى على وجوده، اعوذ بالله، نحن نعمل جنبا الى جنب مع الرجل. طبعا. ما حدا بيستغني عن الاخر، بس ما يكون في تهميش لدور المرأة. طبعا حل هي سنة الحياة، رجل وامرأة، لأنه المرأة عندها دور فاعل بالمجتمع من ناحية التربية والتعليم والثقافة. المرأة هي المجتمع، نصف المجتمع. المرأة هي المربية، يعني إذا قويت المرأة ومكناها اجتماعيا واقتصاديا بينما المجتمع أكثر. نحن سلوغو تبعنا بالمجلس هو مسيرة نحو مجتمع أكثر مسؤولية، انه اذا كان في بالمجتمع مسؤوليه مجتمعيه اكثر، المجتمع بيتطور اكثر من كل النواحي. وانا بؤمن بشيء انه انا ما بنتظر الوطن شو بيعطينا، نحن بدنا نعطي الوطن. صحيح. لازم نعطيه، كل مبادره لازم نعطيه للوطن. لازم نعطيه. واكمالا للي قالته مدام نايلة انه مشروع ابدع، بلش بنسمع كثير شبيبي، الشبيبي هم الشبان والشابات مش بس شابات، بيقولوا عنا أفكار ما حدا عم بيطلع فينا، ما حدا عم بيسمعنا، ما حدا عم بيشوفنا. لا، في حدا عم بيشوفكن، في حدا عم بيسمعكن، رح يبلش بإذن الله ونطلقوا بمؤتمر صحفي كبير ونشوف هالشبان وهالشابات شو عندن أفكار لنطورها، المواهب نفعلها على الأرض بإذن الله. مشروع كتير ضخم بده كتير شغل، وإن شاء الله خير. يعني مجلس المرأة العربية، تفضلي. سألت عن الاحتياج الخاص، كنا بعد ما صحيح ما كنا بعد سلطنا الضوء عليك. إيه يعني نحن هيدا أول إنجاز تبع أبدع، بس في خطوات تانية نحن إن شاء الله أكيد حتكون الاحتياج الخاصة كتير مهمة لإلنا، عم نعمل دراسات لحتى نبلش بشيء حلو، أكيد حنطلع بطريقة
ان شاء الله مثل المهرجان او بمؤتمر او شيء، مع الوقت انتم سوهم تشجعونا وان شاء الله دائما رح نكون متابعين على طبعا بالتعاون مع الدول العربيه. يعني نحن كثير بنهتم بهالموضوع العربي ودول اجنبيه، كثير في دراسات نتعاون معهم بكثير اشياء. يعني اليوم عندهم هن كثير بيساعدوا دول اوروبيه، ونحن بهمنا هالشيء لنبعث الشباب وصبايا يتثقفوا ويعرفوا اكثر طبعا عن هالامور. وان شاء الله يعني هالتفاعل اللي عم تحققوه ان كان على نطاق لبنان البلد الصغير او حتى عربيا وحتى الانتشار الاكبر، نحن رح نكون متابعين لكم. رح اختم هيك مع مقتطف صغير من جريدة النهار اللبنانية بقلم الوزير السابق زياد بارود يلي كتب عن يوم المرأة العالمي. بيقول: تعالوا نلغي يوم المرأة العالمي ونحوله يوما عالميا للمرآة، نتجرأ فيه وننظر إلى عاكسة واقعنا المخجل المخزي، ونحول أيام المرأة لا يومها إلى أيام السنة على مدارها، وحتى ذلك الحين فلننظر إلى المرآة والنخجل. عنوان الارتيكل اللي كاتبه يوم المرآة العالمي. جميل جدا. نحن نيالنا بهيك مرآة حضرتكم بتجسدوها بمجتمعنا اللبناني وبتعكس حضارتنا للعالم العربي وللعالم. أنا بدي أشكر وجودكم معنا السيدة نائلة حمزة السبع، مديرة العلاقات العامة بمجلس المرأة العربية. كمان شرف كتير كبير وجودك معنا السيدة لينا دغلاوي مكرزل، وحضرتك مؤسسة ورئيسة مجلس المرأة العربية. يعطيكم ألف عافية على النشاطات. شكر موجه لأيكم. بدوف كلمة بس تفضلي، أنه كتير في سعادة لكل الستات اللي إجوا واللي إن شاء الله حنجيب حيجي أكتر، لا بيجوا على لبنان، بحبوا لبنان كتير، لازم تعرف هالشي، لأنه لبنان بلد كل الدول العربية بتحبه صراحة. عشان هيك نحن بهمنا كتير أنه ننطلع من لبنان. لبنان كلهم يدعوا محبته وبحبوه، بس لو بحبوه لا 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 في محبة، بس الأوضاع إن شاء الله بس تتحسن. لبنان على كل حال العنوان بحبه مغنج، العنوان بحبه على كل حال، لبنان مغنج من بين الكل. صحيح. على أمل أنه نضل عايشين بسلام إن شاء الله، بظل أوضاع هيك آمنة وفينا ندهش العالم بقدراتنا. يدا بيد المرأة والرجل. المرأة والرجل دائما. أهلا وسهلا فيكم. شكرا على استقبالك الحلو وبالتوفيق دائما. شكرا لكم يا حبيبي.